طال السهر وليالي العين نامت عكتف غنانينا يا ريحين بعيد بعيد بذكروا ليالينا. هي أكبر مدينة تاريخية بلبنان، مدينة طرابلس عاصمة الشمال، بيقولوا عنا متحف حي لأن بعدها لليوم تنبض بالحياة بأسواقها والحرف والمهن يلي فيها بأكثر من 200 معلم تاريخي، أكيد سياحة دينية وثقافية. تابعونا. طرابلس مدينة تاريخية، اللي كتار ما بيعرفوه انه اسسوها الفينيقيين، وهي كانت اول اتحاد تجاري للمدن الفينيقية بالتاريخ، مشان هيك سميت تريبوليس لانه كانت تضم اسواق تجارية لتجار مدينتي صيدا وصور بجنوب لبنان وجزيرة ارواد اللي امام الساحل السوري. اليوم بنسميها المتحف الحي لانه بعدها بهالاحياء والاسواق، بعدها الناس ساكنين بداخلها بيتفاعلوا معها. فيها أكبر عدد من الحرفيين بلبنان، فيها أسواق متخصصة، فيها الجامع المنصوري الكبير اللي هو يعد أكبر جامع بوسط المدينة، وصولاً لفترة مطلع القرن العشرين اللي شفنا فيها توسع المدينة باتجاه ساحة التل وشارع عزمي. قلعة طرابلس هي أكبر قلعة مساحة بلبنان، بتضم أكثر من 100 قاعة وغرفة متعددة الوظائف، فيها حمام قديم، فيها بقايا لثلاث مساجد، فيها بقايا لكنيسة صليبية، وحالياً فيها متحفين، متحف يعرف بتاريخ القلعة، والمتحف اللي نحن فيه هون هو يعرف بتاريخ كل شمال لبنان الأركيولوجي. الجامع المنصوري الكبير اللي هو أكبر وأقدم جامع بمدينة طرابلس اللي مبنى سنة 1310 تقريباً. بناء المماليك منصور قلاوون، طبعاً هو اسمه على اسم المنصوري نسبة لمنصور قلاوون بناء ابن الأشرف خليل. بيتميز الجامع بأنه أكبر المساجد بطرابلس، وبيتميز بوساطة البناء لأنه كان من أول المساجد اللي بنيت. طبعاً بيتميز كمان بوجود ساعة شمسية عنده. كمان بيتميز الجامع بوجود الأثر الشريف اللي هو شعره من لحية الرسول عليه الصلاة والسلام، موجودة كمان، صار مقصد لكل المسلمين والمؤمنين اللي بيحبوا يزوروها يوم بالسنة بشهر رمضان وغيره. بكل زاوية بطرابلس في تاريخ مخبى وفي حياة بعد عم تنبض بكل شارع.